هاي جايز، صباح الخير قدري لو سالكم، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم عادي نديروا الستوري يا اللي كنا كنتسناو من البارح، اللي هي على العلاقات وكيفاش تجر العلاقات، والعلاقات لا علاقه لهم بالفلوس، شحال كتجي الفلوس، وان ما كاين واحد الطريقه باش كتجر العلاقات. بزاف الناس ملي كتقول لي دير علاقات مع ناس اللي هما احسن منك، دونك تولي كنت هنايا بغيت تسمح لواحد الناس اللي فيتينك بشي حاجه، بغيت تولي يقولوا الاصدقاء ديالك تخدم معاهم دير معاهم شي حاجه، كيقول لك لا ما يمكنش، خاص يكون عندي الفلوس عاد يقبلوا بيا. لا، القضيه ما عندهاش علاقه بالفلوس. الخطا اللي كيديروا عباد الله كاملين هما اللي كيمشيو تيبغوا يديروا شي علاقه كيكونوا طامعين ياخذوا شي حاجه، وماشي هكا كيديروا العلاقات. اهم قانون حطوا رقم واحد، قلنا كاينين جوج، رقم واحد هو خاص تعطي قبل ما تاخذ، هذه هي اهم حاجه، خاص تعطي قبل ما تعطي، خاص يكون عندك ما تعطي. فهمتي؟ ملي كنت صغير كنت في عمري 17 18 عام، كانوا عندي جوج ديال صحابي انجينيور ديال لينسياس، جوج ديال صحابي انجينيور، واحد سميتو رشيد واحد سميتو اسامه، كانوا بجوج مخرجين من لينسياس صحابي. انا سور انجينيور ديال لينسياس كيريح 90% مع انجينيور ديال لينسياس، وكيريح مع شي واحد احسن منه. علاش تجي يريح معايا انايا، وعلاش تجي يعطوني الوقت ديالو، وعلاش تجي كنتلاقى بهم يوميا؟ علاش؟ على حقيتاش عطيت انا الاول، على حقيتاش كنعطي عاد ديك الساعه كناخذ. على حقيقه هما كانوا بغاو يقدوا واحد البروجي، وكان خاصهم شي ديفلوبر ويب. ملي بقاو تيسولوا على شي ديفلوبر ويب جابوهم شي ناس عندي، يا باش كنا تعرفنا وهكا، يعني عطيتهم الديفلوبمون وبقيت معاهم على علاقه. هاد العلاقه هادي غادي دير عليها تاثير كبير. بيان سور مع وليت كنريح مع ديزانجينيور، ولات المايند سيت ديالي غادا وكطلع. ماشي نقول لك انا وليت انجينيور، وانما المايند سيت ديالي على حقيقه مريح مع واحد فراس الدرب اللي قلتو ماشي مريح مع انجينيور. تخيل اني وليت كنريح معاهم بشكل يومي، كان عليهم واحد التاثير عليا كبير. كنعرف شي حاجه سميتها الماركتينغ 17 عام، غادي نكتشفها عن طريق هاد رشيد الانجينيور الاولاني، هو عن طريقه غادي نكتشف الماركتينغ. وملي غادي نكتشف الماركتينغ كنجي نقول واو، غادي يعجبني الماركتينغ، وغادي نزيد نطور فيها راسي، غادي نلقى شي حاجه كتعجبني. وحاجه اخرى اللي كنت كنسمعها منهم بجوج، وكنتمنى كاع لي زانجينيور كانوا كيفكروا بحالهم، هي كانوا كنتبقى تنقول لهم شي مشاكل، كيقول لي اسمع اشريف، انجينيور خاصو يفكر في حل، ما كيفكرش في المشكله. عندك المشكله خاص تلقى لها حل، ماشي كنقول لك حل كتعطينا مشكله اخرى. يعني هاكو اثروا على الشخصيه ديالي، اثروا على العقليه ديالي. بيان سور كانت عندي عقليه مدرحه، كنت حتى انا كنفكر في المشكله، ولكن هاد الناس هادو خلاوني لا خصني نفكر في الحل. ما تبقاش تقول لينا كاينه مشكله، خصك تلقى لها حل، وبلوس تكتشف الماركتينغ معاهم شي حاجه واعره. ولكن هادشي ما كنتش غادي ناخذو كون ما عطيتش انا هو الاول. عطيت، كانوا كيسولوا على شي واحد اللي ديفلوب لهم شي حاجه في الويب، تيسولوا على ويب ديفلوبر، لقاوني. وبيان سور اي حاجه كانوا يحتاجوها كنخدم. عطيت، ومن بعد عطاوني حتى هما بزاف. عندي واحد الدري صديق ديالي ديفلوبر في المغرب، خدام ويب ديفلوبر في شركه كتخلصو 20000 درهم، ما مخرجش من شي كول ديال الانجينيوري، مخرج من لي ستي، ولكن اللي اثر ليه على حياته واللي خلاه يطلع النيفو بزاف هو تعشر مع واحد الانجينيور، ولا داك الانجينيور صاحبه كيعاود ليا بانه كان تيشوف داك الانجينيور كيديفلوبي، قال لي الا كاين شي حاجه وكان عندك دي طاش بساط ممكن نعاونك فيهم، ولا كيعطي شي حاجه بسيطه. ومن بعد ولا كيتاثر به، ولا كيشوف الطرف الاخر كيخدم، ولا غادو كيطلع النيفو، ومن وراء الحمد لله اليوم هو خدام في المغرب. واحد السيد اللي مخرج من ليستيا، اللي كلشي قال ليستيا صافي وقع خدام على ليستيا عيان، لا نمشي لعيان اصلا، ماشي ليستيا اللي عيان، ليستيا كتعطيك راس الخيط، خاصك انت تمشي لداركم وتكمل، وخاصك باقي تزيد تخدم. هو اكزومبل اللي مخرج من ليستيا وخدام ب 20000 درهم، وكاين اكزومبل اللي مخرج من البي تي اس بحالو ديفلوبر خدام 12000 درهم في كازا. هادو دي زيكزومبل، يعني غير عامين من وراء الباك واش داروا، ولكن خداو راس الخيط ومشاو كملوا. بيان سور بوحدك راه ما عندك ما دير، كيخصك توجي، خاصك شي ناس فايتك. وبيان سور ناس فايتك ما يمكنش تمشي عندهم تقول لهم عافاك ورينا، يقول لك فهمتي سير بحالك من الاخر، ما باش نقول لك ما يعطيك والو. على حقاش ماشي انت الواحد، تيجيو عندهم بزاف الناس، بزاف ديال الناس كي تيصحابو واش ساهله بحال هكا، غادي يمشي السلام عليكم السي فلان الله يخليك بغيت هادي، لا تجي يجري عليك اصاحبي. على حقاش ما كتسالوش، ما عجبتك الهضره هادي، راه ما كتسال حتى شي واحد شي حاجه، راه ماشي صحه. فهمتي؟ على قداش الناس ولاو كيدوا في هذا الزمن بحال كيتسالوك شي حاجه. اهم حاجه في العلاقات هي كتقلب على علاقات مع ناس ما احسن منك، ما كتقلبش على علاقات مع الناس اللي لاباس عليهم، ما تقلبش على علاقات مع الناس اللي لاباس عليهم، ما ننصحكش بها. تقلب على علاقات على ناس احسن منك، ديزانجينيور، انت ديفلوبر كتقلب على ديفلوبر احسن منك، انت مهندس في شي مجال خصك دير علاقات مع ناس اللي فايتك في نفس المجال، انت خدام في شي مجال خاصك دير علاقات مع الناس اللي فايتك في داك المجال. هادي العلاقات اللي كننصح بها، ودي العلاقات اللي تزيد بك لقدام، ماشي العلاقات مع الناس اللي لاباس عليهم لانهم صعاب. علاش صعاب؟ لانهم فهمتي تيجيو عندهم بزاف الناس، واحد جوج شافوا بزاف النفاق، عارفين بلا كثريه الناس منافقين، ثلاثه
فهمتي يطلع ليهم بنادم في الراس من الاخر نجي كنقول لك الصراحه ما بقاش النافق لان الصوره ديال ما كيكونش فيهم النفاق بقات تكون معقول وهادشي للاسف واخا كتكون معقول وكتمشي عندهم كثر داك النفاق اللي شافوا وكثر داك التبلحيس اللي شافوا وكثر داك بنادم فهمتي خايب وكثر ليكسبيريونس اللي تعرضوا لها ديال الغدر في كلاسيكو بشي واحد بحالهم حتى تيتبدل العكس كيكونوا واقعيين ماشي الناس اللي لاباس عليهم خايبين ولكن فريمون باش تولي لاباس عليك كتكون ما لقيتش مصطلح من غير هاد المصطلحات كتكون خيختي فهمتي طلع ليك بنادم في راسك فهمتي هادي الصراحه ما باغيش النافخ فهمتي كتكون خيختي من بنادم شوفي المقولات بحال ديال بيل غيتس وديال وارن بافيت ولا ديال حتى الممثلين حتى هما توم هاردي شوف المقولات ديالهم كيدل على انهم فهمتي دوزوا في الحياه وانهم خيخوا وصافي فهمتي ولاو تيعرفوا بنادم فهمتي وعادي ما عندهمش مشكل هما هادشي ما كيعنيش ان ما تنقولش لك ما ديرش معاهم علاقات لا بالعكس فهمتي تدار معاهم علاقات وكدار معاهم علاقات واعره والناس الواصله اللي فريمون كونات واحد الثروه ناس تنصحك دير معاهم علاقات ولكن ماشي ساهل هاني جاي كيف كنحاول الاخوان نكون واقعي معاك ونشارك معاك الاكسبيريونس كما هي ما نبقاش نجاملك وممكن نوصل لك نفس الفكره بواحد الهضره زوينه بواحد الطريقه دبلوماسيه ولكن انا ما عنديش مع داك كثرتها هكا تجيك من الاخر كنقول لك الفكره هي قبلها ولا قالت قبلها ولكن هذه هي الصراحه خذ الحاجه قلت لا باغي تاخذ فكر تعطي انت الاول عاد ديك الساعه دي تاخذ ما كاينش اللي يحيد لك ما فكر انت الاول تعطي وديك الساعه دي تاخذ ولكن الاكثريه الناس كيجي فوف باغي ياخذ وديك باغي تاخذ ما غادي تاخذ حتى لعبه للاسف مثلا شي واحد كتلقى معايا في الشارع السلام خويا سيمو سمعت شي حلوا الشركات على برا باش تنصحني نحل شي شركه على برا صافا دقيقه هادي باش كتعرفني علاش غادي نجاوبك خويا سيمو الله يحفظك باغي نعرف شحال كتربح في انا فين كنعرفك اصلا باش نجاوبك ما كنعرفكش خويا سيمو كيفاش درتي الاقامه في طرنط خويا سيمو كدرتي الاقامه في مصر علاش غادي نجاوبك الا شرحنا في الانترنت كيفاش الغتلات لقى ديك الطريقه تبلوكات لان ديري بنادم كامل واي حاجه كتولي متاحه لكل شيء كتقطع شي حاجه ما خاصهاش تبارطاجها عامه فهمتي لان كاين شي ناس الا تجي غادي تهرسها ماشي تخدم بها كتجي كتمرمد عليها مثلا واحد الاخ مصري فتبارطاجا كيفاش تمشي لجورجيا بلا فيزا وتحل حساب بنكي في جورجيا وتربطو باي بال وكذا بحسن النيه هذا الاخ هذا بعد ما بارطاجا جورجيا جا بعد شهرين سب كلشي اللي وندم تيسب انه علاش ندم انه ورى الناس القضيه ديال جورجيا لانه سدوا ليه الكونت حتى هويا وسدوا الكونت تاع عباد الله كاملين وبلوكاو الكونت تاع عباد الله كاملين والسبب هو بارطاج ملي كتبارطاجي شي حاجه خاص تعرف مع من كتبارطاجيها خاص تبارطاجيها مع الشخص اللي فعلا كيبان لك انه يستحق وانه واقف وانه ولد الناس وانه كيخدم وانه جدي وانه معقول عاد كتعطيه ديك الحاجه كتقول لها تفضل تستاهل هاد القصه كتعجبني ديال واحد الحبس قال لك واحد الحبس كيجيو دوك السيكوريتي كيسلخوا كلشي الا واحد المحابسي السيمانه الغد ليه تيسلخوا كلشي الا واحد المحابسي بعد الغد ليه تيسلخوا كلشي الا واحد المحابسي المحابسي دخلوهم شكلوا هذا جاسوس في وسط منا مشاو شدوه سلخوه مزيان قال له قول لينا السر والو خاص تقول لينا السر قال لهم اودي السر هو البريات اللي كتكتبوا راه البريات اللي كتكتبوا السيكوريتي كيقراوهم قبل ما يمشيو للعائلات ديالكم علاه كيجيو كيسلخوكم انا كش كنمشي كنكتب كنكتب راه السيكوريتي مالين فينا وناس مزيان وما انا شنو كنكتب كنكتب راه السيكوريتي مالين فينا والحبس مزيان واكلين مزيان علاه كيقيلوني نتوما كتسبوهم وكدوا على المشاكل اللي كطرا في وسط الحبس علاه كيزيدوا يسلخوكم قالوا سمع الخوت اش مشاو داروا ما مشاوش استغلوا الثغره السيمانه الجايه انا دوك يكتبوا الرسائل شنو غادي يكتبوا ودوينا مع واحد خونا اللي ما كيسلخوش قال لنا بقاو تكتبوا رسائل زوينه وبقاو تكتبوا فيها وكتبوا راه السيكوريتي مزيانه وظريفين الله يعمرها دار باش ما يسلخوناش ولكن راه مساخط وكيسلخونا شدوه حتى هو سلخو حتى ولو كيسلخ هاكا السيكوريتي بعد ما شافت الرسائل ديال الاخرين كدوا على داك خونا بانه حتى هو هي كيكذب وتيكتب داك الشيء زوين على عقلو شدوه حتى ولو كيسلخو ما بقاوش يعقلوا على التواعد وهاكا السيد اللي شارك قضيه زوينه ما عرفش عامل يشاركها وخربها على راسو بزاف الناس كتبارطاجي المعلومه ولكن كتبارطاجي المعلومه العامه حل شركه على برا حل كونت بونكير كيف اين شركه معاش حليتي الشركه اين بنكه فاش حليتي كونت بونكير اين كذا غيبدا يتهرب لك هنايا علاش لان مشاك فيك ماشي بيان سور شكون اللي يعطي لي يعطي لي واحد الشخص اللي مقرب ليا وعارفني راني جيتي انا لمن كنعطي كنعطي لواحد الشخص اللي مقرب ليا وعارفو راهو جيتي هذاك اللي مقرب ليا كيعطي لواحد اخر اللي عارفو حتى هو راهو جيتي ما كتبارطاجيش المعلومه مع اي واحد لان راه غادي يخربها اهم حاجه في العلاقات باقين في القانون رقم واحد خاص تعطي قبل ما تاخذ هو الفولو اب ماشي تمشي دو معاه مره واحده السلام عليكم راك صافي خاص تبقى الاستمراريه فهمتي كتستمر مع العلاقه مثلا نعطي دي زيكزومبل ديال الناس معايا دابا الاخوان باش ما يكثروش ستوريز لوكا ديال الشقر باش يولي الصديق ديالي في 2012
كنت كنجري المحطه ديال التران، كنت لابس الكلاس مرت معذب، ما حيلتي الباليزه ما حيلتي الكلاس اللي لابس، وكنجري كنجي عندي خطف معايا الباليزه هزا هو من جانا من جهه كنجري وانا وياه، وصلنا للتران جينا في الوقت لاصق ركبنا، ملي ركبنا ركب معايا صافا بخير كي داير بيان سور عاوني، عطيتو النمره التليفون ديالي، عطيتو النمره التليفون ديالي هو مساج، هو بيان سور دري سمارت تبارك الله، بقينا على اتصال كيتصل بيا ما كيسولش على خويا الطريقه ولا شي حاجه، قالو خويا سي مبروك العيد صافا بخير كي داير المولى الدار كلشي بخير، الله يبارك فيك تهلا فراسك نتمنى يكون كلشي بخير الله يعاون تهلا. كيتصل بيا كيسول من تيسول على مولان الدار كيسول عليا انا ما تيسولش على المعلومه بيان سور في الاخر شنو غادي ندير دابا عنده لاكسي لكل شيء اي حاجه محتاجها انا معاه اي حاجه بالعكس اشنو بالعكس انا كنقول لها شحال درنا كيفاش درنا لا موجي في هادي من الاحسن دير هادي اول حاجه عطا فهمتي التعاون معايا في الباليزه شي حاجه اللي تبان لك انت تافه لا يتعاون دير حاول تعطي شي حاجه ثاني حاجه الفولو اب خلى الكونتاكت ثالث حاجه بيان سور غادي يبقى لي انا في بالي دونك خصني نرد ليه ولا بد خصني نرد ليه كل واحد في الصور اللي سابقه عندي مع قصه ديال كيفاش ربطنا العلاقه ولكن اختاريت ثلاثه ماشي دوك ثلاثه زعما فهمتي يعني راه ماشي الا ما اختاريتش ما يبقاش فيك الحال بالروج ولا من الاخر المهم دوك ثلاثه غادي ندوي دوينا على الشجر حيدنا دابا ندوزو لتوفيق توفيق جوازي ديال توفيق توفيق واحد النهار صيفط لي ميساج كتب لي اخاي سيمو انا هو اللي كنمانجي لاباج ديال فلان فلان والفنان فلان والفنان فلان والفنانه فلان وتبارك الله الفنانة كبار في المغرب انا اللي كنمانجي لهم لاباج ديالهم ولاباج ديال الراجل الفلاني انا اللي كنمانجي الله يخليك راه ممكن نمانجي لك حتى لاباج ديالك نمانجي لك لي كومونتير نمانجي لك لي ميساج كلشي ها هنا قلت هاد خونا هذا في شكل على قداش كيجي بحال هاد الميساج بزاف ولكن علاش بان لي هاد السيد هذا معقول في نظرك علاش السيد هذا بان لي معقول لانه كيمانجي لي باج ديال الفنانه الكبار كيمانجي لي باج ديال واحد الراديو معروف يعني هنا انا جيت تقول هاد السيد هذا دونك تقو فيه هادوك دونك خصني نثق فيه حتى انايا هي باش كنا تلاقينا هاد السيد هذا ما تقوش فيه هكاك لانه تبارك الله كيعرف يدير واحد الحاجه واللي كان دارها في الاول لواحد لا راديو ولا راديو كيجيو عند الفنانه وبلي ما كيجيو الفنانه كيقول لهم شكون اللي كيمانجي لكم لا باج سي فلان وغادي كيتعرف على فنان 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 حتى هو ما دارش العلاقه مع الفنانه غير هكاك مشى عندهم قال لي السلام بغيك تولي صاحبي قال لها واخا لا يعني كيقدم لها واحد السيرفيس تيعطي عاد كياخذ على حقاش كيمانجي ليه لاباج على حقاش عنده تبارك الله شي حاجه كيقدمها كل صديق ديالي لانه جا في الاول قدم واحد الحاجه من بعد غادي نولي انا خصني نقدم ليه تعرفت عليه لا 16 عام 21 عام تبارك الله الحمد لله غادي مزيان في الحياه ديالو وقت ما احتاج شي حاجه كنقول ليه انا كاين شنو محتاج ولكن علاش لانه كنعاون يوسف بعجاله ما نطولوش يوسف كنت في اكادير ماشي صديق ديالي ديريكت كان هو صديق ديال الاصدقاء ديالي وملي كنا تلاقينا في واحد الرحله كنت نطمت في واحد الباطو كنا خارجين كاملين كان دوا ليا قال لي انا راه كندير الديزاين واحد جوج ثلاثه انا هو اللي خدمت الرشيد العلالي واحد جوج ثلاثه وراني الخدمه تبارك الله اللي خدم الرشيد العلالي وعجبني داكشي ثلاثه صافا غادي نحتاجك صافا من ديك الساعه ولا صديق ديالي ومن ديك الساعه فهمتي كان شي خدمه بالديزاين ولا شي حاجه اول خيار عندي هو ندوزها ليوسف بيان سور اول حاجه هي خصك تعطي هاد الناس الحمد لله كاملين عطاو كيما انا الناس اللي تعرفت عليهم عطيت هادي هي اول حاجه ثاني حاجه كتخلي العلاقه كتبقى على اتصال معاهم ما كتتصلش بهم باش تقول لهم بغيت كتتصل بهم هي باش تتصل بهم لوجه الله وهكا يعني اول حاجه كتعطي ثاني حاجه الفولو اب كتخلي داك الفولو اب كتسول في بنادم كتبنى العلاقه وملي كتبنى العلاقه صعيب الانسان يقول لك لا فهمتي ديك الساعه هو اجي يعطيك لانه هو كيحس بالدين كيحس عطيتيه وانت راك ولد الناس كيعطيك اخوان بعجاله لان السطوريات كثروا واحد الوقيته ملي كنزيد سطوريه من هنا تولي تمسح لنا سطوريه من هنا وجي ولا شي كيتبلوكا دونك ندوزو بعجاله ندوي على القصه ديال كيفاش تعرفت على المليونير المغربي مصطفى بالخياط فهمتي وانا ديك الساعه باقي ماشي مليونير بيان سور كنت جالس كنتفرج في الغداء داز في التلفازه في دوزيام مليونير عايش في مراكش كيفاش عايش اش كيدير اش كيدير قلت في شكل مشيت قلبت على الايميل ديالو صيفط ليه ايميل او جو سوي سور كيجيو الالاف ديال الايميلات وما تيتسوق ليهم جبت ليه في ايميل انا من مراكش حتى انايا خدام في الانترنت كندير 26 دولار في الشهر كيبان لي راه عندي باش ننفعك راه ما عندكش السيت عندك اللي عندك فيه مشكله ممكن نعاونك في هادي ممكن نعاونك هادي ممكن نفعك في البراندينغ ممكن نعاونك في الماركتينغ هادشي وصيفط لي ها انا ها شكون ها فاش نقدر ننفعك ماشي بغيت منك واحد جوج ثلاثه لا صيفط لي هاد الايميل هذا الغد لي كيجاوبني تيقول لي السلام ها النيميرو التليفون ديالي اتصل بيا اتصلت به عطاني لادريسه ديال الدار عندو مشيت ديريكت للفيلا ديالو
معايا في التليفون قلت لها راه فريمون اشنو خصك انا راه كنعرف ندير هذا الشيء، كنعرف ممكن نفعك في الماركتينغ، ممكن نفعك في هادي، ممكن نفعك في هادي. قال لي الله يخليك واش ممكن تجي نتلاقاو فيس تو فيس في الفيلا عندي؟ قلت لها مرحبا عطيني لادريس نجي حتى لعندك. وبيان سور مشيت حتى لعندو وبقينا على اتصال مده، وكنعرفني على واحد السيد اللي سميتو بن عبد الله، فهمتي؟ هذا راه كدوي على فواحد ماشي مليونير، كدوي على شي ارقام خيالي، كدوي على واحد الطروه خياليه. وهما بجوج كانوا عرفوني على واحد السيد اخر اللي عنده ثلاثه ديال لي زوتيل 5 طوال في مره. وملي كنت جلست مع هذا الثاني هذا اللي هو بن عبد الله، ما قلت ليش بليز راه ممكن ناخذ النمره ديالك؟ لا نو نو نو، قلت ليه انت تيبان لي خاصك واحد جوج ثلاثه، وخاصك الماركتينغ، وخاصك هادو، وخاصك هادي، انا ممكن نقدم لك هادشي. هو قال لي الله يخليك ممكن تخلي لي نمرتك، وعطاني لا كارت فيزيت ديالو. ملي كنا واحد النهار كنتفرجوا في واحد الماتش في واحد لوطيل 5 طوال بلا ما نقول سميتو، ويقول لي فراسك هاد لوطيل فاش جالسين؟ مولاه هو هذا راه صاحبنا. وقال لي راه ماشي هي مولاد لوطيل، راه مولات لوطيل الفلاني ومول حتى لوطيل الفلاني، عنده تروات ديال لوطيل 5 طوال. ملي غادي نسندو مع داك السيد شنو غادي نقول؟ ما نقوليش واه تبارك الله عليك كدا، عطيني النمره ديالك. حصات الشيتاج قلت لي عندك دي زوتيل كيفاش كدير في الكامبين؟ كدير الكامبينز في جوجل ديال الاشارات؟ قال لي لا لا، بدينا مع الشركه بقيت كننصحو لا سيميو هادي سيميو كدا. هو طلب مني قال لي بليز ممكن تخلي لي نمرتك؟ هاكا عطيتو نمرتي. وهاكا فهمتي ملي كتلاقى مع ناس واعرين كتكون عندك واحد الحاجه اللي انت فيها واعر، خاص في الاول تماستري واحد الحاجه، يا اما ديزاين يا اما ماركتينغ يا اما ما عرفتش شنو، خاص تكون واعر في شي حاجه وخاص تقدمها لدوك الناس. وشنو قلت اهم حاجه في العلاقات هي الفولو اب بينه وبين مصطفى بالخياط لدوك الناس؟ مابقاش الفولو اب، لان دابا عندي علاقات كثيره، عندي ناس كثيره ديال الماركتينغ مركز معاهم، ولكن بقات معاهم العلاقات زوينه، في اي وقت بغيت نرجعها خاصني ايميل واحد، وباقي عندي نوامر التليفون ديالهم كاملين. فولو اب فولو اب فولو اب، المتابعه يعني المتابعه المتابعه، لان العلاقه كتوقف ملي ما كتبقاش داك الفولو اب. دونك انت عندك علاقه اليوم، بعد عام ما غاديش تبقى انت قاطع الكونتاكت، خاص ديما يبقى داك الكونتاكت باش تحافظ على العلاقه، وهذه شي حاجه مهمه تكثروا. ولكن ندوزو بالزربه للقانون الثاني. القانون الثاني باش تبني العلاقات هو تكون انت صريح وما تكونش كتصنع، تكون انت كما انت، كما كندوي معاك دابا انايا وما درتش الحيتي قد جيت عاد جيت ندوي، وشايف هاد اللعبه محلوله ما درتش ليها هكا، كتكون كما كدوي وكدوي بالطريقه ديالك وما كتحمقش راسك كيفاش كينبان وكيفاش ما كينبانش. ملي كتكون حقيقي عباد الله اللي تبغيك، وخا تكون خايب عباد الله اللي تبغيك، ملي تكون متصنع عباد الله اللي تحس بك وما يجيش تحملك. اللي علموك في المدرسه لوحو ديال الا مشيتي لشي مقابله خاصك تدوب الفرونسي وكف بحال هكا كل لبس صاد باين متصنع، انت ما تحملكش عباد الله، صافي يكون عادي دوي عادي. انا نعطيك واحد ليكزامبل واعر قدام. اول مره غادي نعرف الاخ سوين غادي نتلاقاو في كازا، غادي نتلاقاو عن طريق واحد الصديق ديالي وديالو اللي سميتو بن علي، بن علي هذا اجي لاقينا، غادي نتلاقاو فين غادي نمشيو؟ ما نمشيو اجي نمشيو نريحو في واحد المحل ديال الطاكوس ونتعارفو ونجلسو ندويو. شي سوينغا حتى هو بحال ما كيدويش، ما تيجيكش ديك السلام عليكم وكذا، جا يا اخي العاشر صافا بخير كيداير؟ بس فهمتي حسيت من الدقيقه الاولى انه كنعرفو، وحس هو بالدقيقه الاولى انه كيعرفني اكثر من هذا. ملي مشينا نكوموندي واشنو طرا كامله كتدخل المحل كتقاد في الاسلوب ديال الهضره ديالها، هو السلام عليكم اختي هكا دار هذيك، السلام عليكم اختي اشنو عندكم؟ عطيني هذاك عافاك هذاك، بقى تيدوب واحد الصوت عالي وما مسوخش العباد الله اللي دايره به، طبيعي كيدوب واحد الصوت عالي كيدو على طبيعته وكيدور هكا وهكا وتتصرف عادي ما مسوق لتا شي واحد. عرفتي انا من وراء ملي جي الكوموندي شنو تقول لي ديك البنت؟ قالت لي شكون هاد السيد؟ قلت لها الصديق ديالي. قالت لي فاش كان هاد السيد تيتصرف طبيعي ما مسوقش من الاخر؟ قلت لها صاحب. قلت لها صاحبي. قلت لي والله الا عجبني بزاف، شتي بنت تعجبات بولد ماشي لانه جعل السلام عليكم اختي لاباس بخير الله يخليكم شنو عندكم الله يخليكم في هاد المحل؟ لا صافي تضيع وقتك، صافي تضيع وقتك، هاك تحمق راسك صافي، بقى على طبيعتك دوي كيف ما انت، ما تحمقش على داكشي اللي قراوك وداكشي اللي تفلاو عليك لاوحو، داكشي راه ما واكلش ديال دوي بالفرونسي، دخل هز التليفون في اليد، كون شويه انيق، كون على طبيعتك، كون على طبيعتك. اخطر حاجه هي تكون على الطبيعه ديالك، ما كتكونش كتمثل، ما تكونش كتحاول فهمتي دير واحد الشخصيه اللي هي ماشي ديالك، لان كتبان كتورق وعباد الله ما تحملكش ملي غادي تحس بيك. ديال الناس دابا ماكرهوش يديروا ستوريه بحال هكا بزاف، تيز التليفون كيدير تقول لا 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 ما جيتش مزيان، صبر نبدل شويه الاضاءه، صبر نمشي نلبس، صبر نقاد اللحيه، صافي كتمرض راسك صاحبي. التليفون دوي عادي عباد الله تعجبها، دوي عادي وطبيعي عباد الله اللي تبغيك. عباد الله طلعات لهاد التلفازه، طلعات لهاديك، ونحن في اطار مقاربه تشاركيه ناس عائله، صافي هاد اللونجاج طلع لعباد الله في الراس مرضوبين، دوي عادي دوي طبيعي عباد الله اللي تبغيك بلا ما تحمق راسك.
تقعد دير لك اكثر من هذا الشيء غادي تسول عليا في ليسي محمد السيس في الباك وبريمير اني بي تي اس شكون هي اللي كانت صاحبتي ديك الساعه؟ كانت هي واحد السيده اغنى وحده في الليسي، كانت الوحيده اللي عندها طوموبيل ما كايناش عند الاساتذه، عمرها 18 عام كانت عندها طوموبيله ما كايناش عند حتى شي واحد في دوك الاساتذه، لان هي من عائله لاباس عليها. واش بيبان لك تتصاحب معايا انا على هاد الوجه الزوين ولا على هاد الهضره الزوينه ولا على هاد الاسلوب ديال الهضره اللي ولا شنو عندي انا؟ شنو عندي؟ قداش عندي الفلوس؟ كلشي كيكذب عليها، كلشي كيحاول يبين لها راه في النيفو ديالها، حتى واحد ما في النيفو ديالها، كلشي كيحاول يتنمق عليها، كلشي كيحاول يتبلحس عليها، كلشي لا صاد ما كنتبلحسوش هنايا، حنا كنجيو ديريكت. كلشي كيمثل عليها داك الدور ديال حتى انا راني في نفس النيفو، اليوم نمشيو لفينيزيا، اليوم نمشيو لكذا، اليوم نمشيو لهنايا، صاد فهمتي تضيع وقتكم كامل، فهمتي؟ انا اول مره جيت دوي معايا راق يجي دو معايا عادي، قالت لي راه اليوم في الليل خارجين لفينيزيا، كانت في القسم اللي كتفوج معايا، كنت انا الكترونيك كانت هي الكتروتكنيك، كتفوج معايا قالت لي اليوم راه خارجين حنا الدراري كاملين ناويين في الليل نتلاقاو في فينيزيا، واش غادي تجي انت؟ قلت لها لا اختي سمحي لي انا ما عنديش فلوس فينيزيا، قالت لي انا نخلص عليك، لا انا ما قابلش في شكل ما عمر سمعت بحال هاد الهضره هادي، فهمتي؟ بنادم تيجيك طق او راه ماشي قدرت تكون مضيق هو قد قدا قدا، وانا تيعطيني الوالد ديالي درهم الصباح درهم العشيه، انا داكشي فاش عايشه انت راه ماشي واش عايشه انا، انت راه من عالم وانا من عالم، شاش مرض راسك بيه سير الله يسهل لكم، واش تخلصي عليا ولا نخلص عليك؟ انا راني مريح مع ولاد الداخليه، بالمناسبه كانوا كيعجبوني ولاد الداخليه لانهم كانوا جايين من العروبيات، وكنت كنرتاح معاهم على ولاد المدينه واللباس والتشويكه والتمرض، انا ما عنديش مع داك التمرض، كانوا كيعجبوني عجبوني ولاد الداخليه دون توليكا، فهمتي؟ لانهم كانوا كيجيو من واحد ديال مراكش دوك العروبيات رجال الدراري حارين، خليني لو من اللباس ومن كدا ومن التشويكه، والديه كيصرفوا عليه، لا هذا بصيفطون والديه يقرا كيعرف حتى حاجه، كيعرف يلقى القرايه، كانوا كيجيوني على اللقام. انا كنبقى مع عمر، كنت كنبقى مع عمر مع ولاد الداخليه، وكنجلس كنقرا مع ولاد الداخليه بالليل، كنجلس كنقرا معاهم حتى كيجيني الناس ديك العشرة 11 اللي كنمشي فحالي لدارنا نبات، لان مايمكنش نبات في الداخليه ممنوع، ومسموح لي نجلس في الاقسام نقرا ولكن مايمسموحش ندخل نبات. المهم تتكون شخصيه كما انت، ما كتحاولش تمثل، لان ملي غادي تمثل حتى واحد ما يجي يحملك. وزيدوا له الناس اللي لاباس عليهم اللي منهم ديك ختنا طلعوا ليها السمتاله في الراس، كلشي كيسمتل عليها، كلشي كيبين لها انه واعر، ما عمرها تلاقى ولا الممثلين في الراس، طلعوا لها المنافقين في الراس، طلع لها كلشي في الراس، خصها واحد يقول لها انا فقير، هذاك معمر بان، معمر بان هذا الراجل هذا اللي فهاد الليسي كامل اللي يجي يقول لك انا فقير، انا ما عنديش، انت عندك طوموبيل والديك تيعطيوك، انا راه ما عنديش. واحد حاول تعطي قبل ما تاخذ، زيد على داك الواحد الفولو اب، تابع مع عباد الله، ما تجيش تمشي دو مع مراد يعطيك الغتله، الفولو اب مهم. جوج خليك كيما انت، ما تحاولش تصنع، كون كيما انت، تبارك الله عليك الصات وتهلا في راسك، حاول تميز في شي حاجه اللي تقدر تقدمها لعباد الله. جوج قدم لعباد الله وما تستناش المقابل، ثلاثه الفولو اب، الرابعه كون صريح وبلا داك، كون كيما انت. انا شحال هادي كانوا جدودنا على طبيعتهم، ملي بانوا واحد الناس متنمقين وكيلبسوا مزيان وكيدوا فرونسي كانوا عجبوهم، ولكن دابا ولا داك النوع كثير، ولاو الناس كيقلبوا على الناس الصريح، مابقاوش كيقلبوا على داك النوع طلع ليهم داك النوع في الراس. غنقول لك بحالك، بحال هادي كنتي كتدخل لشي سيت كيقول لك راه باقا ساعه وغادي نساليو، شري دابا كتشري، دابا ملي كتدخل واخا تناوي تشري كيقول لك باقا ساعه، كتعرفو نصاب كتسد عليه، هادشي اللي طرا بالضبط. الناس واحد الوقيته كتولي باغا العكس، كترجع للاصل. واحد الامريكاني ديما كيبارطاجي تصاورو مع الفيراريات واللامبرغينيات، بارطاجا تصويره مع انك جداه بحال هكا، ديك التصويره جابت ثلاثه المرات لي لايك اللي كيجيبو التصاور ديال الفيراري واللامبرغيني، الناس طلع عليها التمثيل في الراس اصاحبي، الناس بغات ترجع للاصل، الناس باغا الاصل.